ريكورد، برجع اف ار على الواي جي زائد اف زد الار على الكي. فهاي اي سؤال 3 دي بدي اوجد القوه المحصله كفيكتور، باخذ كل شيء على الاكس بجمعه، كل شيء على الواي بجمعه، كل شيء اف زد بجمعه، بحط كل واحد جنبه حرف الاي، بعدين بحط او الاي الجاي الجي والكي، بعدين بحط له الاف كامله، اف ار كمقدار مع الخطين هذول، يعني مقدار بيكون نفس اللي اخذناه بال2 دي، الاول تربيع اف ار اكس تربيع زائد اف ار على الواي تربيع زائد اف زد للار تربيع. طيب بيطلع الزوايا، الزوايا كيف تطلعهم؟ الزوايا تطلعهم الزاويه اللي مع محور اكس بسموها الفا، بسموها كوساين الانفرس لمين؟ عمين على الاف ار اكس على الاف كامل، والبيتا بسموها على الواي تساوي كوساين انفرس. طبعا هناك كلنا اخذتين انفرس والتخبيط ساين ما بدناش اياها، اف ار على الواي على اف كامله، والجاما بدها تساوي كوساين انفرس الاف زد ار طبعا على الاف كامله. هيك انا لما يقول لي كارتيزيان فيكتور بدي اطبق كل اللي على الشاشه، كل اللي على الشاشه بدي احطه لاي سؤال 3 دي. هسه شو اللي بيطلع علي بال 3 دي كامل؟ بس اعرف كيف تطلع الاف اكس، كيف تطلع الاف واي، كيف تطلع الاف زد. هاي مشكله ال 3 دي، كيف بدي اطلعه؟ طيب راح يكون في خطوات بروسيجر معينه. طبعا في عندي شيء اسمه يونت فيكتور، يونت فيكتور اللي عباره عن هذا. هذا اللي جوا، هذا اللي جوا يونت فيكتور، هسه بقول لكم شو هو. طيب بال 2 دي، بال 2 دي لو حكينا عندي هاي الزاويه، عندي هاي القوه، عندي هاي الزاويه ثيتا او بدي اسميها الزاويه A، وهي الزاوية B. وأنا مثلا في عندي متطابقة الأم كنا نسميها كوساين تربيع أو ساين تربيع، الزاوية الأولى زائد كوساين تربيع الزاوية الثانية كنا يساوي واحد، تمام؟ حتقول لي تمام. هسا احنا بنعرف إنه ساين ألفا أو ساين الـ A يساوي كوساين الـ B. راح تقول لي كيف جبته؟ نقول لك جبته من هون، انه هاي يعني كوساين A نفسه كوساين B متممات لبعض. فانا لو مسكت هاي حطيتها هون ساين A كوساين B، شو صار عندي؟ ساين تربيع ال A زائد ساين تربيع زائد، لا اعطيك الدنيا، حطيت هاي هون فبصير عندي كوساين تربيع ال B زائد كوساين تربيع ال A بده يساوي واحد، تمام؟ أو العكس، أنا عكسته مش مشكلة، بيساوي واحد أو العكس، كوساين تربيع ال A زائد كوساين، يعني بالمختصر كوساين تربيع للزاوية الأولى زائد كوساين تربيع للزاوية الثانية بيساوي واحد. إيش؟ من المتطابقة الأم، عوضت واحدة بواحدة طلعت معي هيك. طيب هذا الحكي بال 2 دي اكتشفنا انه مجموع كوساين تربيع الزوايا الموجوده بده يساوي واحد. طب لو كان 3 دي، ال 3 دي شو بحكي لي؟ ال 3 دي لو عندي هذا محور وعندي هذا محور وعندي هذا محور وعندي فورس مش عارف وين مكانها، او فورس يعني مش عارف كيف تعملها هيك هيك، ما بعرف هاي على اكس هاي على واي او على زد. قال لي اذا هاي الزاويه بيتا، وقال لي هاي الزاوية جاما، وقال لي هاي الزاوية الكاملة ألفا، تمام تمام. في علاقة تربطهم الثلاث، لو أنا معي ثنتين بقدر أوجد الثالثة. فهي أول فكرة بدي أعرفها، لو عندي سؤال 3D أعطاني زاويتين بقدر أطلع الثالثة من المتطابقة الأم. شو بدي أقول له؟ كوساين تربيع الألفا الزاوية الأولى زائد كوساين تربيع الثانية زائد كوساين تربيع الثالثة بده يساوي واحد، تمام تمام. طيب في شغلة، لو قلنا ال f x على f زائد طبعا هذا على i زائد ال f y على f طبعا محصلة و f z طبعا j
of z للكين على الاف. طبعا ايش هذا بقول لي؟ طبعا كله تربيع. بقول لي هذا برضه بيساوي واحد. هاي علاقة. انت لما تحل شو ما حليت بيطلع معك بيساوي واحد. هسه هذا الاشي اللي جوا، هذا الاشي اللي جوا يسموه يونت فيكتور. يونت فيكتور. هذا يسموه يونت فيكتور على اي اتجاه؟ على الاكس. وهذا يونت فيكتور على واي، ويونت فيكتور على زد. فاليونت فيكتور اسمه اتجاه الوحدة، يعني مقداره واحد. فلما اقسم اف اكس على اف، واف واي على اف، واف زد على اف زد، يعطيني يونت اكس اي زائد يونت واي على الجي زائد يونت زد على الكي. هذا شو بده يساوي؟ بده يساوي واحد. طبعا ماشي. طيب هذا هيك كم متجه؟ طب بدي اياه كم مقدار؟ او يعني بدي اوجد هاي. لو انا اخذ الجذر التربيعي واربع كل شيء راح يعطيني الناتج واحد. ليش يعطيني واحد؟ لان هاي العلاقه. فانا استنتجت شغله ان كوساين تربيع الالفا نفسه يونت اكس الالفا لكل تربيع، كوساين تربيع البيتا يساوي اليونت واي تربيع بيتا، كوساين تربيع الجاما نفسه اليونت زد للكي تربيع. فانا شو عملت؟ لو بدي اخذ الانفرس لحاله، يعني لو بدي اخذ كل حد لحاله، بدي اخذ كوساين تربيع الفا، بدي اخذ بدون التربيع، يعني بدي اقول له كوساين الفا شو بده يساوي؟ بده يساوي نفسه اف اكس على اف. طب هذا الشيء كمان من وين جبته؟ زي ال 2 دي، لما قلت عندي رسمه زي هيك وقلت هاي الزاوية ألفا مثلا، قلت هاي كوساين ألفا إنه مقابل مجاور. نفس الشيء زي كأني أخذت مثلث قائم الزاوية لكل حد وعملته زي هيك. فأنا بعرف من خلال إنه ألفا بتساوي كوساين إنفرس للإف إكس على إف، وهو نفسه كوساين إنفرس اليونت فيكتور. تمام. فالإف إكس على إف هو نفسه اليونت فيكتور على إكس، إف واي على إف هو نفسه اليونت فيكتور على واي. طب هذا الشيء شو بهمني؟ هذا بهمني لقدام مش هسه، بهمني بالإحداثيات. أهم شيء أعرف إنه اليونت فيكتور إشي مهم. اليونت فيكتور إشي مهم، وهو عبارة عن كوساين كل زاوية. كوساين كل زاوية. يعني بدي الجواب. بتذكر مرة جاب لنا سؤال أوجد الزوايا أو أوجد إحداثيات إذا اليونت فيكتور معك هيك. نص الطلاب شالوه. ليش شالوه؟ لأنه مش عارفين إنه كوساين ألفا نفسه إكس. طيب. فهاي تقريبا ملخص لـ 3D. هسا كيف نحلل؟ كيف نحلل؟ قلنا عندي أكثر من حالة. الحالة الأولى، الحالة الأولى عبارة عن إيش؟ لو عندي المحاور، لو عندي المحاور وعندي القوة، عندي القوة زي هيك زي ما رسمنا قبل شوي، وقلنا هاي جاما، قلنا هاي بيتا، وقلنا هاي ألفا. تمام؟ أعطاني يوم الثلاث وقال لي هاي الفورس أف، قال لي هذا محور زد، وهذا محور واي، وهذا محور إكس. قال لي أوجد القوة كمتجه. دائما إذا شفت قوة وزوايا راح أقول له F مباشرة بتساوي F كوساين الألفا يعطيني الآي، زائد F كوساين البيتا يعطيني الجي، F كوساين الجاما يعطيني الكي. يعني لأنه كل زاوية معطيني إياها على المحور اللي بدي إياه. يعني زي الـ 2D، لو بدي أمسك هذا لحاله، لو بدي امسك هذا لحاله بعرف انه الاف كوساين الفا، يعني هي الزاويه القريبه من الاف على محور زد هي اسمها جاما، فعرفت انه كوساين جاما بيعطيني المركبه على الكي. ولبيتا نفس الشيء، ولالفا نفس الشيء. فعرفت اول شغله لو اعطاني سؤال في زوايا بطلع التحليلها كيف بحللها، اف كوساين لكل زاويه معطيني اياها. مثال عليها، هاي اول حاله واسهل حاله. هذا سؤال، هذا سؤال حكى لي في عندي F1 وعندي F2. تمام. قال لي لا هذا صعب شوي، مش مستواه كأول مثال لازم ينشره. دقيقة بس سؤال نسخة ثانية. طبعا مثال كثير بسألوني عنه، هو هذا المثال. طبعا برضو هذا المثال يعني المفروض مش كمستوى أول مثال ينشرح، بس هسه كسؤال 3D نرجع برضو. دائما كل شيء بنقارنه مع 2D، لأنه إحنا تمكننا من 2D فإحنا وضعنا تمام.
لو عندي فورس زي هيك، كنت أحكي لكم قبل شوي أنه الخط اللي مات زي هيك والخط اللي مات زي هيك، كنت أقول لكم امتداد هذا الخط موازي لمحور واي، المحور إكس، فقلنا هاي هي أف الإكس، قلنا هاي أف الواي. طيب لو قلنا الفورس عندي زي هيك، أحسن. اللون الأصفر مش واضح، مش مشكلة عادي، المهم المحاور. لو قلنا هاي أف واي تكون هاي أف إكس، هسه هاي الأف إكس، هاي الأف إكس مالها موازي لأي محور؟ موازي للمحور السالب، معناته الأف على الإكس مالها سالبة، واي أف واي موازي للمحور الموجب معناته الواي موجبة. طيب لو هون نفس الإشي، هاي القوة، فشو الموازي للإكس؟ موجب، شو الموازي للواي؟ واي السالب، فمعناته واي سالبه، وهون نفس الإشي، هاي إكس السالب وهاي واي السالب. فهسه أنا عندي هذا السؤال نفس الإشي، أعطاني هذول هم المحاور الموجبات، هذا محور موجب وهذا محور موجب وهذا محور موجب، وقال لي القوة من رأسها نزل ثلاث خطوط، زي لما عملت على 2D وقلت هذا رأس السهم، هذا خط نزل منها وهذا خط نزل منها، عرفنا من الموجبات. هون نفس الإشي، شو أعطاني؟ أعطاني السهم نازل منه، عندي خط موازي على الإكس، موازي على الإكس معناته الإكس موجبة، ما بطلع على الزاوية منفرجة حادة ولا إلي، فيها إلي، بس إيش الخط الامتداد اللي نازل من الرأس؟ نازل من الرأس خط موازي لمحور إكس، ونازل من الرأس خط موازي لمحور واي الموجب، هيو هذا واي الموجب وهذا إكس الموجب، نازل خط موازي لهم، هيو مربع اللي تحت، لما تشوف مربع زي هيك إنه هذا منطبق على محور إكس واي، وعندي خط زي هيك موازي لأي محور؟ برضه موازي لزد الموجب، موازي لزد الموجب، معناته أنا استنتجت إنه اف إكس موجبة، اف واي موجبة، اف زد موجبة. أول إيش بطلع عليه قبل ما أحل السؤال؟ خطوط الامتداد، خطوط الامتداد مالهم؟ كلهن موجبات، فالمركبات موجبة. ثاني خطوة معطيني زاويتين، طب أنا بدي الثالثة، ليش بدي الثالثة؟ لأنه أنا بعرف إنه اف إكس هي عبارة عن اف كوساين ألفا، طيب ألفا مش معي، كيف بدي أجيبها؟ معي 60 و45، بطبق معادلة المطابقة الأم، كوساين تربيع اللي على الإكس زائد كوساين تربيع اللي على الواي 60 زائد كوساين تربيع اللي على الثيك 45 بده يساوي 1. شات لازم يعطيني إياها، أبشروا غي، والله ما راح أكتب بأصفر بعد اليوم لعيونكم. ف 60 و45 شو المجهول عندي؟ الألفا، فوين بروح؟ هاي المعادلة طلع لي إنه ألفا زائد أو سالب نص. هسا أنا لو ما طلعت على خطوط الامتداد شو راح أحكي؟ راح أحكي هاي الزاوية، منفرجة، راح تقول لي هاي الزاوية مباشرة الزاوية اللي كوساينها سالب نص اللي هي 120، بس أنا بقول لك غلط، الزاوية مش 120، الزاوية 60، لأنه خط الامتداد على محور إكس، يعني هاي الرسم المعوقة لـ 3D ما بقدر أتخيله، لـ 3D لازم يعطيني خط الامتداد، فهيو الزاوية 60، وهو فعلا أخذ الزاوية 60 لأنه FX must be positive، قال لك لأنه هو أعطاني FX positive، فصار عندي F كوسين ألفا، الF 200 طبق عليها 200 كوسين ألفا، اللي 200 كوسين 60، ما أخذ 200 كوسين 120، بعدين 200 كوسين 60 للJ و 200 كوسين 45 للK، طلعها 100 141.4. طب كيف تتأكد إذا حلي صح أو لا؟ أرجع خذ الجذر التربيعي، فمية تربيع زائد 100 تربيع زائد 141 تربيع، بتأكد من حلي. طيب هسه أرجع أوضح مساقط لسؤال ثاني مش لهم. شو حكالي السؤال؟ حكالي طيب بدي أوضح هذا السؤال سؤال ثاني، عندي هاي القوة F، إحنا شو مالنا؟ بالتودي كنا نحكي زي هيك، هاي الفورس F، ليش ترسمها؟ ليش هذا الرسم نفس الرسمة؟ المفروض مش فاهمين عليك. عندي زي هيك، هاي القوة F وهاي خط الامتداد، هذا الخط زي اللي برسم لي إياه بال 3D، فأنا عرفت من خلاله إنه FX موجبة، وعرفت من خلاله إنه FY موجبة. طيب بال 3D نفس الفكرة، هاي بال 3D بيعطيني خط زي هيك، خط زي هيك موجب. طيب هون نفس المبدأ، معلش فيهم. هيو هذا الخط، نازل من الراس للارض، هذا الخط لاي محور موازي؟ والله موازي للزد، معناته الزد موجب، هذا الخط لاي خط موازي للاكس؟ معناته الاكس موجب، وللواي موجب. طيب بديش هذا السؤال، سؤال ثاني،
هذا السؤال راح يوضح الفكرة أكثر. عندي هاي خطوط، هاي عندي هذا الرأس، الرأس موازي لمين؟ هذا الخط موازي لأي محور؟ موازي لمحور واي الموجب، معناته أف واي موجبة، معناته هي 60 جي موجبة. طيب هذا الخط لأي محور موازي؟ لإكس لزد، زد موجب ولا لا؟ والله موازي لزد الموجب، فهي 80 كي. طب في إشي على إكس؟ أيوة، في إشي من الرأس هذا جاي زي هيك أو زي هيك، وحتقول لي لا، معناته زد صفر، قيمة زد صفر. طيب هذا الاف 2، الاف 2 عندي هذا الخط موازي لاي محور؟ موازي لمحور اكس الموجب، معناته ايش؟ اف اكس موجبه، تطلع 50 موجبه. طيب اف واي، هاي اف واي، اف واي لاي واي فيهم؟ والله موازي لواي السالب، لانه هاي نقطه الاصل، هاي نقطه الاصل. هذا ايش؟ هذا واي السالب، لانه هذا واي الموجب، فمعناته اف واي سالب، تطلع سالب 100. طب اف زد، الزد موازي لزد الموجب، بيعطيني 100. وضحت ولا اشوف مثال ثاني كمان؟ طيب احنا راح نرجع للحل اسرع الأمثلة. هذا المثال وضح. طيب خلاص طيب هذا المثال حلينا قبل شوي، عرفنا. المثال الثاني اعطاني القوه كمركبات، يعني ما بده لا كوسين الفا ولا كوسين بيتا ولا كوسين جاما. شو بده؟ بده اوجد القوه المحصله. طب سهل، اف 1 هي عباره عن 60 جي زائد 80 كي. طيب اف 2 عبارة عن 50 I ناقص 100 J زائد 100 K. طيب إيش بده؟ بده قوة محصلة، فشو بعمل؟ بجمعهم جمع عادي، الـ I مع الـ I، في I فوق؟ لا، هاي FR، في I مع الـ I؟ لا، معناته بتضل 50 I. طيب الـ J مع الـ J، 60 سالب 100 سالب 40 J، 80 و 100 180 K. فهاي القوة، قوة إيش؟ محصلة. طب بدي القوة كمقدار، بس بده يعني كمقدار واتجاه. شو بعمل؟ باخذ الجذر التربيعي، تربيع تربيع تربيع، بيطلع معي القيمه. هيا انا راح اشوف المثال تحت، هيا جمعهم جمع عادي، 60 زائد 80 هيا 50 سالب 40 180، جذر تربيعي طلع لي القيمه 191. بعدين طبق اليونت فيكتور. ليش اخذ اليونت فيكتور؟ هاي اليونت فيكتور، واخذه كوساين انفرس. هسه انا رح حكيت لكم بطبق اف اكس على اف ار كلية، يعطيني طبعا كوساين انفرس، يعطيني ايش؟ يعطيني الزاوية الفا. فهيو الفا اخذ كوساين انفرس لنوت فيكتور. من اصلا قلت لكم انه هذا الاشي اللي هون هو عبارة عن نوت فيكتور لاكس، وهذا الاشي اللي هون يونت فيكتور لواي. طبعا بنحطه مع الاشارة، يعني لما احط كوساين انفرس بحط الاشارة، مش زي التو دي. واليونت عزد نفس الفكرة، فدائما اليونت فيكتور بنطلعه هو عبارة عن المركبة عن المحصلة. ولازم مشان تأكد من حالي، لو أخذ الجذر التربيعي لهذول الثلاث لازم يطلع معي واحد. الجذر التربيعي الأول تربيعي، الثاني تربيعي، الثالث تربيعي، يطلع معي قيمته واحد. طب مثال هيك تقريبا خلصت الحالة الأولى للـ 3D. طبعا راح يكون في أمثلة عليها، بس احنا ما بدنا نطول أكثر من هيك، لأنه في تبودك ومش ضايل معنا إلا ساعة و10 دقائق. طيب الحالة الثانية من الـ 3D، الحالة الثانية من الـ 3D شو بتحكي لي؟ طبعا هاي يونت فيكتور زي ما قلت لكم. الحالة الثانية من الـ 3D بتحكي لي لو أنا أعطاني قوة، لو أنا أعطاني قوة زي هيك، وحكى لي إذا الزاوية بينها وبين محور زد عبارة عن فاي، عبارة عن فاي، بس ما أعطاني الزاوية عن واي ولا أعطاني الزاوية عن إكس، حيرني. طب كيف بدي اوجد انا اف كوسين الفا، اف كوسين الفا، اف كوسين جاما، اف كوسين بيتا؟ ما في. شو اعطاني بدالهم؟ اعطاني اسقاطه على محور اكس واي. اعطاني يعني اعطاني مدلي راس زي هيك، مدلي يعني هي ها مدلي من راس السهم، من راس يعني هي ها. نرجع لوين؟ نرجع لهذا المثال. لما مدلي راس مدلي ايش؟ مدلي خطين، صح؟ بس هون لما مدلي من الراس ما مدلي خطين، مدلي سهم ثاني، مدلي سهم ثاني. فأنا خط وهذا الخط مدلي سهم ثاني، فأنا عرفت إنه هذا إسقاط يعني الـ A، أو هذا الـ A فتحة هو عبارة عن إسقاط A على محور X Y. بعدين من خلاله هذا الخط موازي لـ X، بعرف إنه F X موجبة. بعدين هذا الخط موازي لـ Y، بعرف إنه F Y
موجبة. طب أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أوجد كيف بدي أحلل؟ بكل بساطة شو بحكي لي؟ أنا بعرف إذا الزاوية بين القوة والمتجه دائما كوسين جاما، فهاي الفايل لو سميتها جاما فاف زد بدها تساوي A كوسين A زد قصدي A زد تكون A كوسين جاما. تمام تمام. طيب وأنا بعرف أو أنا بدي أقول لكم إنه الزاوية بين القوة بين المحور زد بين محور زد والمسقط والمسقط هي عبارة عن زاوية 90، هي عبارة عن زاوية 90 يعني هاي الزاوية 90، فإذا هاي كوساين أخذت هذيك بتتأخذ ساين، فالA فتحة بدها تساوي A ساين جاما اللي هو سماها باي. تمام تمام. شو الفكرة بهذا التحليل؟ إنه بيعطيني الزاوية بين القوة محور زد أو الزاوية بين القوة والمتممة مع زد. المتممة مع زد هي الA فتحة، هي الA فتحة لأنه الزاوية بين المحاور دائما 90، فA زد وA فتحة هم عبارة عن محورين، فأعطاني زاوية 90 فأنا عرفت إنه كوسين ألفا وهاي ساين ألفا. طيب بس هذا هو اللي بدي أحلله على X و Y مشان أطلع مقدار المركبات. فAX شو بدي أساوي؟ هم يعطيني الزاوية بين محور X والمسقط، يعطيني الزاوية بين محور X والمسقط، فAX إيش هي؟ بتكون A فتحة كوسين ثيتا. طيب ها و A Y تساوي A فتحة طيب ساين ثيتا. طيب هذا الشيء من وين أجا؟ لو أنا هذا الشكل، لو بدي أعزل الشكل كامل أو بدي أمسح كل إشي، بدي أخذ هذا الشكل، هذا الإشي، هذا الإشي. طبعاً أنتم ما أخذتوا رسم هندسي مشان هيك ما تعرفوا شو توب فيو شو بهاي السوالف. لو أنا هذا الشكل بدي أطلع عليه من فوق، كيف بدي أطلع عليه؟ راح ألاقي زي هيك، راح ألاقي زي هيك، راح ألاقي زي هيك، راح ألاقي إنه هذا محور X وهذا محور Y وهاي ثيتا وهذا الإيه فتحة. أنا هذا الشكل بدي أتخيله من فوق، بدي أطلع عليه من فوق، هيك بطلع عليه قاعد أنا من فوق، راح ألاقي الإيه فتحة طالعة زي هيك، ألاقي محور Y محور X هيو. فأنا من خلاله عرفت إنه إيه فتحة كوساين ثيتا تعطيني قيمة المركبة على X، وإيه فتحة ساين ثيتا يعطيني المركبة على الواي. طيب لو أعطاني الزاوية مش هاي، أعطاني الزاوية هاي، الزاوية بين المتجه والمسقط هي اللي سماها ثيتا باي. بكل بساطة A Z تنعكس تصير A ساين فاي عكس المكتوب هون، وA فتحة A كوساين فاي، والتكملة بتضل ثابتة. شو ممكن يتغير معي؟ ما يعطيني شي الثيتا بين X وهاي، ممكن يعطيني هاي الثيتا، فF Y هي تعطيني F X F هسه بقول لك تمسي اف كوساين ثيتا، بس لو اعطاني الثيتا عباره عن محور واي فاف واي هي اللي بتاخذ كوساين. طيب كيف نطبق عليه امثله؟ طبعا هون في بالدوسيه صحيح تنبهكم عليها، هون في عندي خطا، هون انا عكسهم، هون انا عكسهم بدله. تمام بدله غلط مني بالشرح، بس بالامثله هاي. طيب كيف نميز؟ كل بساطة أي سؤال منشوفه معطيني هذول اللونين، لون أزرق وأزرق غامق، بدي أعرف نوع على الإسقاط. طب الامتحان ما أجم لون، كيف بدي أعرف؟ كل بساطة هذا رأس القوة، هذا رأس القوة، لما أنزل منه بلاقي إنه معطيني خط زي هيك، وهذا الخط هو اللي طالع منه الرأس، هذا بتكون طالع منه الرأس هذا، هذا ما أعطيني إياه بس واضح إنه هيك شكله، هذا هيك شكله، هيك بميز. يعني هاي بدي أروح أطلع على كل الأسئلة المشابهة، يعني هذا السؤال، السؤال من بروبلم صعبة، مد لي هذا الخط، مد لي هذا ومد لي هذا، فأنا عرفت مباشرة إنه هاي الزاوية 45 هي عبارة عن زد، وهذا محور الإسقاط، هذا مع واي بأخذ كوسين 20 ومع إكس بأخذ ساين 20. طبعا الزاوية بين هذا وهذا هي عبارة عن 45، هاي الزاوية 45، هاي كان 90 فإذا هي 45 لظلت 45. بديش هاي هو مثال زنيخ. هذا المثال مدلي خط، بعدين هذا خط الإسقاط هيو، فمباشر هاي مركبة على X وهي مركبة على Y السالب هيو. هذا المثال بلاحظ إنه هاي القوة ما طالع منها زي هيك خط، فهذا الخط خط الإسقاط، فعلى X بأخذ كوسين 30 وعلى الواي بأخذ ساين 30. وضحت ولا لا؟ لما لاحظ هذا السؤال ما في ألوان زي هذا، ما في ألوان،
مشان هيك عرفت انه هذا مش على الاسقاط، هذا السؤال مش على الاسقاط زي هذا. وضحت ولا لا؟ رح نرجع للسؤال احنا. وضحت. طيب هذا السؤال بيقول لي اوجد الفورس اف ككارتيزيان فيكتور، اوجد الفورس اف ككارتيزيان فيكتور. فانا ايش بعمل؟ بطلع اول شيء هذا السؤال على اي حاله من حالات ال 3 دي، وراح تقول لي هذا على الاسقاط، هذا على الاسقاط. فشو بعمل انا؟ بدي اطلع الزاويه بين الزد والهاي مش معي، هاي مش معي. فايش بعمل؟ بطبق الحاله الثانيه انه اي زد بتساوي اي ساين الزاويه، الزاويه 60، او اقول له اي كوساين 30. ليش؟ لانه اذا هاي 60 احنا قلنا الزاويه بين هاي وهاي كامله 90، فهاي 30، فكوساين 30 او ساين 60. فاف زد طبعا موجبه ولا سالبه؟ بكل بساطه هذا موازي للموجب. ايوه اف زد تساوي 100 كوساين 30 او 100 ساين 60، ما يفرقوا معي. طيب اف فتحه، اف فتحه بتكون 100 كوساين 60. دائما هي المسقط، هي المسقط، الزاويه بين قوه والمسقط 60، فمباشره 100 كوساين 60. طيب اف اكس، طيب اف اكس هذا الخط مش هم شو راسم لي اياه، غلط ممكن من الكتاب او نراها هي مبين يعني هيك. الزاويه 45 بين مين ومين؟ والله الزاويه 45 بين المسقط، هيو بين المسقط ومحور اكس، معناته محور اكس باخذ كوساين ال 45. طب باخذ اف ولا اف فتحه؟ راح اقول لك اف فتحه، يكون اف فتحه كوساين ال 45. اف واي تساوي، طيب محور واي ماله؟ ايش خط الامتداد؟ خط الامتداد اللي هون ماله؟ مع محور واي السالب. فبدي اخذ سالب اف فتحه ساين ال 45. فايش صار عندي؟ هاي على الجي، هاي على الاي، وهاي على الكي، وهذا ما له شيء، هذا ما له وحده. اطبقهم اي جي وكي، بحطهم تحت بعض، بعمل جذر تربيعي وبخلص السؤال. هيا هيا طبقهم زي ما قلت، بعدين اخذ الجذر التربيعي، بعدين طلع اليونت فيكتور اللي هو نفسه اف اكس على اف، طلع كوساين الزاوية، فهاي قوة كمسقط. واجباري يطلع معي اف زد 30، اجباري تطلع معي 30 لانه هو اعطاني انه هاي 60. مثال ثاني. هذا المثال، هذا المثال شو ليش ما حبيت اشرحه اول شيء؟ قال لي اوجد قيمة اف 2، اللي اوجد قيمة اف 2 ما اعطاني اي معلومة الها. حكى لي اذا اف 1 الزاويه بينها وبين اكس الموجب 45، وبين واي واي الموجب 60، وبين زد زد الهاي 120. وقال لي اذا القوه المحصله هي عباره عن اف واي مقدار 800. طيب شو بعمل؟ زي ما كنا نشتغل طرف يمين ويسار، حقول له اف ار بدها تساوي 800 جي هات، واف ار اكس واف ار زد اصفار، ليش؟ لانها منطبقه على محور اكس. فاف ار تساوي 800 اي هات جي هات وتساوي اف 2 اكس زائد مين؟ اف 1 اللي 300 كوساين 45. هاي مالها اي. طب ليش عملت زي هيك؟ جمعتهم مباشره، ليش اضل انا اخذ كل وحده لحالها واجمع؟ ونفس الشيء على الجي 60 وعلى هاي كوساين 120. هاي الحل سمى F2 F2 X F2 Y F2 Z و F1 كوسين ألفا معي 45، كوسين بيتا 60، كوسين جاما 120. طبقهم بعدين سواهم زي هيك، أخذ ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، مش لا مش ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل عادي، طبقهم مباشر، أخذ FX لحال وFY لحال وFZ لحال. FX المحصل وFZ المحصل صفار، أما FY 800 هو أعطاني إياها، حليتهم حل طبيعي. ما بدي اشرح زي هذا، ولا بدي اشرح صعب شوي. مثلا هون شو ماله؟ هون ما اعطاني الزاويه، بس هذا سؤال على الاسقاط على الحاله الثانيه. هيو وهذا خط طالع منه، هاي الزاويه 45 بين القوه والمسقط، معناته اف زد بدها تكون 50 ساين ال 45، اف فتحه 50 كوساين 45.
طبعا هاي دي كي هات. طيب هسه اف اكس اكس مالها سالبه لانه هاي خط الامتداد ماله خط الامتداد سالب. فاف اكس شو بتكون؟ بتكون اف فتحه. طيب كوساين ولا ساين؟ شو بكل بساطه شو الموازي لاكس؟ هو موازي 3 فبقول له في 3 على 5 طبعا ايش سالب اوف واي موازي للموجب تكون اف فتحه في 4 على 5 وضحت؟ يعني هو ما اعطاني زاويه بس انا خلص شو الموازي للثلاث؟ هو الاف اكس وهاي اف واي 4 على 5 عادي. هالسؤال على الاسقاط كمان اعطاني الزاويه بين المسقط والقوه فمعناته اف زد بتتكون 75 ساين 30. طب سالب ولا موجب؟ طيب شوفوا كيف هاي بدها تكون سالبه. اذا هذا محور اكس الموجب وهذا محور واي الموجب وهاي تحت اكس واي معناته ايش؟ هاي سالب يعني هاي موازي لزد السالب. هاي زد السالب تحت فهاي موازي لزد السالب اذا اف زد تكون سالب. طيب ال 45 بين المسقط وواي معناته الواي باخذ كوساين 45 والاكس باخذ ساين ال 45. طيب شوفي عندي اسئله هذا نفس المبدا نعطيني القوة بين القوة والمسقط إذا هاي 45 تكون هاي 45 فاف زد كوساين 45 أو ساين 45 اف فتحة موازي هاي للإكس للواي السالب معناته ساين 60 بالسالب وهي هاي كوساين 60 بالموجب. هذا السؤال أهم سؤال قبل ما يدخل الميتنج أعطاني زاويتين ومش معطيني الثالثة بس خطوط الإسقاط إكس الموجب واي زد الموجب واي السالب اكس السالب معناته لما اطبق كوساين الفا تربيع زائد كوساين 60 تربيع زائد كوساين 60 تربيع يساوي 1 بدي اخذ الزاويه اللي كوساينها سالب يعني الزاويه هاي تطلع 135 هاي الزاويه 135. نفس المثال الاكزامبل اللي هناك بس هون خط الامتداد اعطاني اياه هون ما اعطاني اياه هون لو اعطاني اياه هون بطلع تطلع هاي الزاويه 45. لحد هون بال 3D واضح ولا في مشاكل؟ هذا خط الاسقاط نفس الشيء معطيني الزاويه بين القوه والمسقط معناته اف زد باخذ ساين. هاي خطوط الامتداد موازي للواي للزد وهاي موازي للواي وهاي موازي لزد الموجب. في شيء طالع باتجاه اكس؟ لا والله ما فيش شيء طالع معناته اف واي تاخذ 4 على 5 واف زد تاخذ 3 على 5. من خط الامتداد يا علا قال لي اكس سالب فاكس سالب معناته بدي الزاويه اللي كوساينها سالب فهو راح يطلع معي كوساين الفا بيطلع معي زائد او سالب 1 على جذر الاثنين فراح اقول له انا يا الزاويه 45 يا الزاوية 135. الزاوية 135 بتعطيني كوساين سالب، الزاوية 45 بتعطيني كوساين موجب. طيب أنا بدي المركبة سالب تكون فباخذ الزاوية 35 لأنه أعطاني محور امتداد سالب فهي الزاوية 135. الزوم راح يطفي راح نفوت مباشرة نبلش كمان دقيقتين على 8:05 راح أبلش شرح الحالة الثالثة الإحداثيات إنه كل اللي مر واضح إن شاء الله يكون واضح اللي مش واضح يسأل. الإحداثيات والدوت برودكت ما راح نطول عليه ساعة معنا بس يعطيكم العافية.